وصفتي اليوم وصفة لذيذة جدا وسهلة وسريعة من المطبخ الباكستاني. قبل الانتقال إلى الطريقة والمقادير، لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم دائما جديدي. تابعوا الطريقة والمقادير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوصفتنا اليوم سوف نحتاج إلى دجاج. هنا لدي دجاج 900 غرام، قمت بتنظيفها بالملح والليمون وتقطيعها قطع، يعني 8 قطع. هنا لدي رأس ثوم مع ملعقة كبيرة زنجبيل طازج، هنا ملعقة صغيرة غرام مسالة، ملعقة متوسطة كركم، وملعقة صغيرة فلفل حار بودرة حسب الرغبة أو فلفل بارد. هنا بالنسبة للبهارات الثانية، ملعقة صغيرة فلفل أسود حب، ملعقة صغيرة كمون، عودين قرفة، حبتين هيل أسود إذا توفر، إذا لم يتوفر استغنوا عنه، 4 حبات هيل. ولدينا 3 ورقات غار. لدي أقل عن نصف كوب من السمن، إذا لم يتوفر استخدموا الزيت، 2 حبات بصل مقلية، وهنا لدي القليل من الكزبرة. هنا لدي 4 حبات طماطم متوسطة أو 3 حبات طماطم كبيرة، قمت بطحنها مع 2 حبات فلفل حار. أنا لدي فلفل أحمر حار استخدمت، يمكنكم استخدام الأخضر أو الأحمر حسب الرغبة أو المتوفر لديكم، طبعا الفلفل الحار حسب الذوق. وهنا نحتاج إلى علبة روب، ما يعادل كوب أو 200 غرام. هنا لدي أنا لدي في كل علبة 100 غرام، يعني استخدمت 200 غرام. ونحتاج طبعا إلى الملح. في طنجرة نضع السمن ونضيف البهارات الكاملة ونحرك، نترك البهارات تقريبا يعني 20 ثانية، بعدها نضيف الدجاج ونحرك. سوف نترك الدجاج حتى يتغير لونه، النار تكون نوعا ما مرتفعة وليست خفيفة. نترك الدجاج حتى يتغير لونه، ثم سوف نضيف باقي المكونات. بعد أن تغير قليلا لون الدجاج، سوف أضع الثوم والزنجبيل. من الأفضل وضع الثوم والزنجبيل بعد البهارات صحيحا، نحرك قليلا بعدها نضيف الدجاج. هنا وضعت، سوف أحرك قليلا ثم نترك الدجاج لمدة تقريبا 2 دقائق. الآن سوف أضيف الطماطم التي مخلوطة مع الفلفل الحار، نحرك ونتركها لمدة 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق سوف يكون المرق أصبح نوعا ما ثقيل. بعدها سوف أضيف البهارات. الآن سوف أضيف البهارات وأتركه حتى يصبح المرق أثقل. نحرك واتركه حتى يدخل المرق اكثر، بعدها سوف اضيف الروب. طبعا اذا كان الدجاج من النوع حجم كبير قد يحتاج الى وقت اطول، انا لدي دجاج نوع يعني حجم صغير لا ياخذ وقت طويل في الطبخ. سوف اتركه قليلا بعدها سوف اضيف الروب. لا تنسوا اضافة الملح حسب الرغبة. هنا الصوص كما ترون أصبح ثقيل، سوف أضيف الروب أو اليوغورت.
نحرك ونتركها قد تأخذ تقريبا يعني 5 دقائق لأن يدخل المرق. طبعا النار أنا متوسطة وليست خفيفة، عندما يدخل قليلا المرق سوف أضيف البصل. الآن سوف أضيف البصل وأتركه حتى يطبخ قليلا ونحرك، نتركها تقريبا مدة 2 دقيقة، ثم في آخر مرحلة سوف أضيف الكزبرة وتكون وصفتنا لليوم جاهزة. كما ترون انظروا الصوص أصبح أثقل، فقط مدة 2 دقيقة بعد إضافة البصل ثم أضيف الكزبرة. الآن آخر مرحلة سوف أضيف الكزبرة ونطفئ النار، نحرك ونطفئ النار ووصفتنا جاهزة. وهذه وصفتي لليوم جاهزة، لذيذة جدا، أتمنى أن تجربوها، وأيضا سهلة وسريعة. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.